للمهندس محمد عادل، يعني طبعا المشرف العام على الكره بنادي المقاولون العرب، والتعادل الايجابي النهارده 2-2. يمكن المقاولون العرب يعني الامور ابتدت يعني في النتائج الى حد ما تبقى مظبوطه شويه. المقاولون العرب في المركز ال 14 في الوقت الحالي 18 نقطه، يعني برضو لسه الامور صعبه، لكن نادي المقاولين نادي كبير عنده لعيبه جيده جدا، اداره محترفه، اداره فيها استقرار كبير، كابتن محمد عوده كمدير فني ايضا من ابناء النادي، وبالتالي طبعا منظومه كبيره ومنظومه مستقره بشكل كبير. باشمهندس ازي حضرتك؟ اهلا اهلا بيك يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ تحياتي ليك وللساده مشاهدينك، وزي ما كنت لاعب نجم فانت برضه في الالم. الله يخليك يا باشمهندس، رب ده من ذوق حضرتك والله. البريمو على البريمو يعني. ربنا يخليك يا باشمهندس، من ذوق حضرتك والله. لا لا انت طول عمرك الله يخليك يا لك تاريخ، وبالاضافه لكده انك كنت لاعب طول عمرك. ربنا يخليك يا باشمهندس. ودي انا بعتبرها من مميزات النجاح، احد العناصر المهمه كمان، مش شرط الموهبه بس لكن الاخلاقيات. طول عمرك يا كابتن. الله يخليك يا باشمهندس، ربنا يخليك. انت طبعا والد لينا، ويعني شخصيه محترمه، والاحترام المتبادل ما بين كل الانديه اللي حضرتك متواجد، لان حضرتك يعني علامه من علامات كره القدم في مصر حقيقه، واداره كره القدم في مصر باشمهندس محمد عادل. النهارده التعادل شايفه لحضرتك مفيد ولا غير مفيد؟ طبعا هو يعني انت على الاقل خدت نقطة، لأن الصراع بقى صعب جدا، والصراع السنة دي الأندية كلها يعني زي ما أنت شايف الدوري، لو شفت نسبة التعادلات هتلاقيها ما بقى، وبعدين مش عايز مفيش فرقة صغيرة وفرقة كبيرة، فطبعا هي بالنسبة لنا احنا كنا طبعانين في نقطتين، واحنا كنا كسبانين 2-1، لكن قدر الله ما شاء فعل لنا النقطة. كابتن عودة برضه يعني الفرقة الحمد لله، وانت بس تكسب ماتش ان شاء الله تاخد الثقه، لكن احنا بقى يا بنتعادل يا بنكسب عوده، مش عايزين نسمع كلمه الخساره ان شاء الله. اللي جاي احسن، لكن لازم تبقى عارفين كويس قوي ان الصراع رهيب النهارده. بيراميدز بيتعادل، بنسبه التعادلات في هذا الدوري، لان كل الفرق صراحه مستوى متقارب، ما تقدرش ابدا لحد دلوقتي تقول انت لو شفت في فرق 3 نقط هتلاقي الفرقه اللي نمره 16 لو خدت الثلاث نقط دول هتدخل معاه 3-4 تانيين ببقى. صحيح صحيح. برضه بنقول الحمد لله احنا كنا بنحمل طبعا ان احنا ناخد الثلاثة بونت، وخصوصا انت قلت لحضرتك كنا كسبانين 2-1 او متقدمين 1-1، انما الحمد لله برضه اللي يعني انا طالما في اداء في ثقه في الجهاز الفني في ثقه في اللعيبه ان شاء الله هنرجع برضه بالاداء، وانا واثق في رجالتي. باشمهندس حضرتك سامعني؟ سامعك حبيبي. يعني احنا دخلنا الدور الثاني حضرتك كده، خلاص المقاولين دخل في الدور الثاني، وبدايات المباريات في الدور الثاني، وصعوبه الدور الثاني دائما بتبقى معروفه يعني بالنسبه للفرق كلها، والمسؤولين والفنيين بيبقوا عارفين قد ايه المباريات بقى بتبقى صعبه، خلاص سباق وصعوبه بالنسبه لكل الفرق اكتر من الدور الاول. احنا بنقول الدور الاول بعض الفرق تقول لك لا لسه انا هكسب الماتش الجاي الم النقاط، لكن الدور الثاني هنا كل واحد بقى بيبقى عارف هو عايز ايه. حتى الان نادي المقاولين اكيد الاداره اداره واعيه، واداره دائما فاهمه هي ماشيه ازاي، لكن حضرتك قلت لي ان المكسب في الفتره القادمه مهم جدا، ايه اللي ينقص نادي المقاولون العرب عشان يخرج من النقطه دي، نقطه المركز ال 14 اللي ممكن في لحظه الامور تتقلب وتلاقي الفريق اللي تحتك ممكن يبقى موجود قبلك بمكسب واحد؟ بصراحه من وجهه نظري هو توفيق ربنا، بس ربنا لو يوفقنا في ماتش واحد بس توفيق، لان يعني الفرقه الولاد بيتدربوا كويس، عندهم روح، يمكن فيها طبعا عدم وحصولي على نتائج ايجابيه، وانت كنت لاعب وعارف بتهز الثقه شويه في اللعيبه، ودي بتبقى مأثره على جزء من ادائهم لا من ادائهم، لكن انا متصور ان شاء الله ان احنا سبورت وراهم، وانت ان هم ياخدوا الثقه، لان هي برضه الكسر في الهزايم او التعادلات بتفقد اللاعب مهما كان الثقه في نفسه، لكن المكسب زي ما اتعودنا بنقول بيجيب مكسب وبيدي ثقه للعيبه واريحيه اكثر وهدوء للجهاز الفني والاداره. ان شاء الله انا متفائل باللي جاي ان شاء الله.